احساس كان لطيف وظريف وخفيف ودمه لزوز وحبوب وبتاع، وبعدين فجأة قلب عليها. قبل كده كان وحشتيني ويا حبيبتي ويا روحي وقلبي، مفيش. التليفونات قلت، الشوافان قل، بقت هي اللي عايزة اشوفك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ جدا. هي دلوقتي زي ما بيقولوا كده مزنوقة في كورنر، وفي نفس الوقت الناحية التانية مش انا مش مبسوطة ومش عارفة اعيش ومش عارفة اكمل. بحبه جدا 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 جدا، وهو كل حياتي، مش قادرة استغنى عنه، وبسأله طول الوقت هو انت في حاجة مغيراك من ناحيتي؟ وانت في حاجة مضايقاك مني؟ وانت في حاجة مش عارفة ايه؟ المهم ان هو لا، مفيش. هي ده انا يعني، والله لما حدش ضربك على ايدك كده بقى جدا. انا اعمل ايه في راجل انا مرتبطة بيه، بحبه جدا ومش مهتم بيا جدا، بحبه جدا ومزهقني جدا، بحبه جدا وملوعني جدا، اعمل ايه يا رضوى؟ انا اعمل معاه ايه؟ تعملي معايا يا حبيبتي كل خير، تعملي اللي هو بيعمله يا ماما، تعملي اللي هو بيعمله يا حبيبتي. ما بيهتمش، ما اهتمش، ما بيتصلش، ما اتصلش، ما بيسالش، مش هسال، مش هيكمل، مش هكمل. سهله جدا، سهله كده رضوى. سهله على فكره، زي شكه الدبوس. كل اللي انت فيه ده في عقلك الباطن، عقلك الباطن، اني مش قادره اعيش من غيره ومش قادره استغنى عنه، وانا بحبه وهقطع شريني عليه، ولو مات انا حياتي هتتطربق من بعده، اعمل ايه؟ تعملي كل خير، تعملي اللي هو بيعمله بالظبط. فكرتيني باغنيه عمرو دياب لسه سامعاها امبارح، ده ما كانش يحلم يسلم عليكي، ما كانش يحلم قعدتي جنبه، ما كانش يحلم يسلم عليا. دلوقتي هو اللي ملففك حوالين نفسك، دلوقتي هو اللي مشحتفك ومخليكي مش عارفه تعملي ايه، تعملي اللي هو بيعمله بالظبط، بالسنتي والملي كده، بالملي. بل بقى نوت اونلي بات اولسو، لما يفوق بقى من الغيبوبه، ها، ويبتدي يتنبه ويقولك هي ما بقتش بتكلمني زي الاول ليه؟ هي ما بقتش بتحبني ولا ايه؟ هي ما بقتش بتهتم بيا ليه؟ هي بقت خلاص مكبره دماغها مني، هو دخل حياتها واحد تاني، هيبتدي هو يتكلم، ما يتردش عليه بسهوله. ها؟ يعني عملنا اللي هو بيعمله والدنيا نفعت وكملت، هيبتدي بقى يتكلم. مكالمة؟ أنا ما فيش حاجة مزعلاني، وبرود، أنا باردة، أنا فلافي. هاي، إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ أنا كويسة، بتتكلميش ليه؟ أصل أنا كان عندي الجامعة والدراسة والبتاع والمش عارفة إيه، هكلمك تاني حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، اقفلي. هو أنتوا لو قعدتوا 24 ساعة ما تكلموش الرجالة اللي مضايقاكوا، هيحصل حاجة يا جماعة؟ اقعدي 24 ساعة ما تكلموش. لو قعدتي يومين هيحصل حاجه، لو قعدتي ثلاثه هيحصل، مش هيحصل حاجه خالص على فكره، صدقيني. انا مش بقولك اي كلام ولا هيحصل حاجه. واحده انا مش عارفه اقول ايه، يعني انا بجد مش عارفه اقول ايه. في علاقه، وانا ما بحبش كلمه في علاقه دي عشان الكلمه دي بتعصبني، بس هي في علاقه، هي في علاقه مع حد ارتبطت بيه، في ارتباط، مرتبطه في ارتباط عادي.